بدر الله أكبر الله أكبر بدر الله أكبر. يقول أنت مهمل وتهمل الأمانة. المهم خليني أقراها. أستاذ أبو سجاد لا تهمل رسائلنا، ونحن نرسل إليك العشرات الرسائل، مع الأسف تهملها ويمكن تمزقها. الإعلامي هو حلقة بين المواطن والمسؤول. أقول مع كل الأسف، وعلى أساس أنت إعلامي مميز، ولكن عندما رسلتك من 22 لحد الآن رسائل مع ذكر هاتفي لم أتلقى الإجابة. حشاك، هذا يعني فشلكم بأداء الأمانة، وهذه الأمانة اعتبروها عظيمة، لأن الإعلامي ينقل صوت ومقترح المواطن. لا تفشل بعملك، والله حقك. أنا المواطن بدر فريد حمدي النقيب، هذا تليفوني، تقاعدت بال 1990 أسباب صحية، عدة قلب وعدة سكر وعدة ضغط وعدة حالة نفسية متعبة جدا، وقالون وكياس مائية وحاسب المرارة، وكلها بها تقارير طبية، وعدة خدمة أكثر من 50 سنة، وأحمل الأمراض الكثيرة، والله ثم والله هو القاسم، عندي تقارير طبية ومصرف فقط للعلاج أكثر من 200,000 دينار شهري، وتركت العلاج لأن راتبنا لا يسد الرماق. زين أنطونيا البدر، بدر الله يساعدك. ألو. الله يساعدك. السلام عليكم. شلون أخوي؟ شلون صحتك؟ أخوي بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. ما شاء الله، بس خير للجميع، مملوء بالأجر والصحب بالعافية للجميع إن شاء الله. سلام السلامة بدر. السلام. أنا أريدك تهدأ حتى نفهم منك ونفهم. أي وين السالين؟ وين السالين؟ أي والله العظيم أقول الحق ولو كان مكروها، كل المسؤولين تلوبين لا يريدون خير للشعب، ورب الكعبة كتبت رسائل للرئيس الوزراء، عدت رسائل بعدين جزا الله خير، جزا المسؤول التليفونات 4 مرات 9، قال يا بحجي دزني الهوية وهوية التقاعد وهوية الأحوال المدنية، عدن الحجية بنتي بابا دزتها عن طريق هذا المات باس فاطمة. شنو هذا؟ من اللي خابرك هذا؟ هذا الرقم من اللي خابرك؟ من ياجه؟ من ياجه بدر؟ هذا بال شو اسمه بالمجلس الوزراء 4 مرات 9، يمكن ايه اربع مرات. قبل ايش قد يا بدر هذا الحكي؟ بالاخير قبل ايش قد؟ نعم قبل ايش قد؟ بشهر الشهر الثالث. اي ماشي زين. وراها الان انت وراها بعدين انا خابرت. ايه انا قلت له بالنسبه ننثر القمح على رؤوس الجبال على مود ما يبقى جاي. واحد قال لي منو هذا القايل هذا؟ طبعا هم اول مره وافقوا اقلب مالتي. من قال هذا الطلب؟ قلت والله ما اعرف من قال. دائما تكونون ان شاء الله شعاع مظلم يجعل المواطن ثقه بكم. قال لي طلبك راح ارفضه. منو انت ترفض طلبي؟ ليش؟ ليش تسمع كلام المواطن؟ انا عندي 7 افراد من عائلتي، جامعات، الكليات، جامعه المستنصريه. زين هو رفض الطلب، هو رفض الطلب مالتك لان انت ما عرف على اساس. بعد واحد قال لي والله هذا رئيس الوزراء الحشويات، على مود تسرون القمح. انت مسؤول دوله، رئيس وزراء ما اعتقد يسويها. فريق بدر انا ما اعتقد رئيس وزراء يسويها. ما اعتقد رئيس وزراء يسويها. والله ابو التليفون قال لي، والله ابو التليفون هذا فيان، هذا عند الرقم دقيقه 077-00-22-4 مرات 9. هذا مكتب يسموه مال المواطنين مال رئيس الوزراء. حلف لي يمين قال لي والله رئيس الوزراء منص اول مره وافقنا، وافق عليك أنا حين من اولادك العاطلين عن العمل 7 وهم خريجين ولهم مكانتهم. هسه انت على ذمتك يا بدر، ومكتب رئيس وزراء على رب العالمين. لا اسمعني اسمعني سبحانه وتعالى. اسمعني يا بدر. بدر انت حقك، انت حقك وانا اتعاطف في حقك. مكتب رئيس وزراء هذا المواطنين حقهم، هذا المواطنين. شنو جت تبغى لنا شارع
تبرز النشارة وعوائل الممتازة من الخريجين ومن الوكرام اللي عندما ما يقولون هذا مو شجرو، هذا مو شجرو ميزانيات مطموع للإدارة التجارية بتبريد الشارع. أنت هسه شنو طلبك الآن؟ بدر انت ايش رايد هسه؟ شنو طلبك؟ اهدى شويه، شنو طلبك الان؟ احكي لي. ما شفنا النور من عندهم، شفنا كله ظلام وقهر. انت هسه طلبك شنو بدر انت شو تريد الان؟ شو تريد الان؟ عمي اريد من اولادي واحد اثنين يتحينون، ما كلهم زايدين وكلهم خريجين. ايش كم ولد بدر خلينا نستفاد من الوقت. ايش كم ولد عندك خريج قاعد؟ ايش قد عندك ولد قاعدين؟ ايش كم واحد؟ كلهم قاعدين، سبعتهم خريجين قاعدين. هو عيون عام كلهم قاعدين، وواحد اكو عند عرب جماعه من حزب الدعوة، ما من حزب بعد سام ومن بعد ممنوع يشتغل بالدولة، من حزب الدعوة رأسا جراوي يشتغل، وهذا الناس شرفاء أخيانا ما لنا علاقة بالموضوع. بيت القصيد عدل كان الشعب برقبته، اليوم عمل بدون حساب وغدا حساب بدون عمل. أنا ماشي يا بدر عيني. سيد رئيس الوزراء المكتب الإعلامي الرجل قال الرقم الآن على الهواء 077-02-249. يقول قالوا لي انه هذا اللي حكى وياك رئيس الوزراء، روح انت مالك تعين. هسه هذه يجب ان يحقق بها، لانه هاي القصه صارت بين مواطن وبين رئيس الوزراء. للمواطن حق على رئيس الوزراء، لانه المواطن جاب رئيس الوزراء، والمواطن بالقانون اهم من رئيس الوزراء. هاي الثقافه اللي يجب ان تترسخ. المواطن أكبر وأعلى وأغلى وأثمن من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزارات والكذا، لأنه المواطن الغاية والوسيلة. هذا رجل أبلغه أنه اللي قال لك رئيس الوزراء، يا دولة الرئيس شوف هذا الرقم، وهذا الرقم عدمن، وكيف يتم الرد على المواطن بهذا الشكل أما عائلة سبعة قاعدين، يعني قصة. هسه لو اثنين يشتغلون، ثلاثة يشتغلون. عموما انا انتظر رد يا سيد ربيع نادر، يا سيد احسان العوادي، والناطق باسم الحكومه العراقيه. الناس لا تخلوها تحكي بالتلفزيون بدون حلول. ترى انتم الناطق الرسمي، المكتب الخاص، المكتب الاعلامي، السكرتير الشخصي، انتم واحد من الوظائف المقدسه لكم ان ترصدون حالات الناس وترصدون حالات المواطنين حتى هذا الرجل يتمكن من حلها. وترى عرضنا بلاوي، اكو بلاوي عرضناها ما يلبس عليها ثوب.